انا بشكر جميع الناس اللي من اقصى شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها ومتعاطفين معايا. انا بشكر كل الناس اللي تفهمت للموضوع وساندتني الحمد لله على كل شيء. وانا بشكر الفضاء المصري جدا جدا جدا، لا يشك اي مخلوق في قيمته وفي نزاهته وفي قاماته الجميله. كارير بتاعت بابايا راحت، كنت فاكر انه هيطلع يعني متكرم، بس لا. شغل بابايا باظ من 40 سنة، كان شغال طيار وراحت. بعد الموقف اللي عامله مع باباك ده يبقى يستاهل بقى نمبر ايه يعني؟ ماينس زيرو. زيرو يعني. هو لو جالك البيت محمد رمضان دلوقتي وقال لك انا اسف، هتتقبل ولا هتقابله ازاي؟ انا حرف، انا مش عاوز اتكلم مع حد بوظ حاجة في حياتي، حاجة كبيرة. لو حاجة صغيرة مثلا، أي حاجة صغيرة تمام، بس لو حاجة كبيرة زي دي لا، أنا مش هقابله. أنا يعني مش هتكلم معاه حتى لو هو بقى صاحبي. أنا مش عاوز حتى أقول اسم محمد كده، مش عاوز حتى أقوله. مش عايز تجيبه على لسانك. نفسك تبقى طيار؟ اه. اشمعنى ليه نفسك تبقى طيار؟ عشان انا يعني طالما ان بابايا كان طيار، انا عاوز ابقى طيار، وعاوز ابنائي يبقوا طيارين وكده. انا عاوز العائله طيارين. اه. الموضوع ده كان ذكرى وحشه في حياتك؟ اه. انا يعني كنت متعصب على الموضوع ده، ويعني انا مش مبسوط. هما بنفسهم بيسمعوا اصوات غضب احيانا. انا يعني هما بيشوفوني يعني مبسوط وكده، بس انا بطلع الغضب بتاعي جوه. انا بشكر كل الناس اللي تفهمت للموضوع وساندتني الحمد لله على كل شيء. وانا بشكر الفضاء المصري جدا جدا جدا، لا يشك اي مخلوق في قيمته وفي نزاهته وفي قاماته الجميله.